لتعليقي على أحداث التظاهرات ومجرياتها انضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا. وعبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير مرحبا بك. أهلا بكم ضيفي الكريمين. لا تزال القوات الأمنية أستاذ حسين تمارس القتل الممنهج مع تصعيد الثوار سلميا، هي تصعد ولكن بطريقة يعني بالعنف المفرط وباستخدام الرصاص الحي وبالقنابل الغاز المسيل للدموع كالعادة. لماذا تستمر القوات الأمنية في التصعيد العنيف على هذا النحو؟ يعني أولا القوات الأمنية استخدمت العنف منذ اليوم الأول للتظاهرات، واستخدمت القوة المميتة، واستخدمت القنابل الغاز، واستخدمت الملثمين والمندسين وإلى آخره، فهي منذ اليوم الأول. لكن هذا التصاعد اللي ده يصدر من القوات الأمنية على المتظاهرين هو غياب المحاسبة. اليوم ماكو مجتمع دولي يحاسب، ما القضاء العراقي كأنما يعني لا علاقة له بما يجري في العراق حتى يحاسب. إذن من أمن العقوبة أساء الأدب، أساء التصرف، فهذا هي السبب أنه التصاعد في القتل، لا يوجد من يحاسب. مع ذلك المتظاهرين مصرين وثابتين لأن مطالبهم كبيرة، هي ليست مطالب شخصية حتى يتنازل عنها. الذي يطالب بوطن لا يمكن أن يتنازل عنه، هو لم يطالب بوظيفة، لم يطالب بمال، ما يطالب قطعة أرض وما أعرف إيش من هالكلام هذا. هو ده يطالب بوطن، فلا بد أن يصبر، لا بد أن يصمد، لا بد أنه يستمر، ولا بد أن فيها تضحيات. لكن هؤلاء هم واجهة العراق الحقيقية الذي يمثلون الشعب العراقي. نعم أستاذ أمير، يعني برأيك إلى أي مدى ترى أن التصعيد الذي حصل أثر بالفعل على الحكومة وعلى الطبقة السياسية؟ يبدو واضحا بأن انتفاضة تشرين، انتفاضة الشباب العراقي، انتفاضة الهوية العراقية، هي خطر يعني واضح على بقاء النظام السياسي العراقي. لهذا فإن هذا النظام السياسي في بغداد يحسب لهذه الانتفاضة ألف حساب، لأنها ستكون بداية لنهاية هذا النظام وبداية التغير السياسي العراقي، لأن العراقيون قد يعني أخذوا مستقبلهم يعني تحت هذه الانتفاضة، وجعلوا منها يعني عاملا للتغير القادم في العراق. إذن هناك معادلة تقول بأن الانتفاضة العراقية هي التي ستحل محل هذا النظام السياسي العراقي، لأن النظام السياسي العراقي هو يعني يمثل بكل معنى الكلمة النظام الذي لا يريده الشعب العراقي، النظام الفاسد، النظام الذي يضطهد العراقيين. وما لاحظناه من عمليات القتل ويعني والتخريب والخطف هو يعني علامة واضحة بأن هذا النظام هو ضد الشعب العراقي، وأن الشعب العراقي يعني قد ثار وقد حان وقت الثورة لإسقاط هذا النظام الذي لا يمد بصلة بأي شيء اسمه العراق، وإنما بالاحتلال الأمريكي في البداية، لأن الاحتلال الأمريكي هو الذي جاء بهؤلاء، ومن ثم إيران، والآن هم يقولون بأن يجب أن نخرج أمريكا من العراق. نعم. مع العلم بأن إيران وأمريكا هي من جاءت بهم إلى هذا المكان. يبقى معنا أستاذ أمير المفرجي، أتحول إليك أستاذ حسين السبعاوي. القوات الحكومية وميليشياتها تستخدم الأسلحة أو القنابل المتشظية ضد المتظاهرين، قنابل الغاز المحرمة دوليا الغير مطابقة للمعايير الدولية. مع ذلك يعني ذكرت أن غياب المساءلة يؤدي إلى يعني الإصرار على ارتكاب الجرائم، بالتالي يعني ما تداعيات استخدام هذه الأسلحة الفتاكة المتشظية ضد المتظاهرين سلميين؟ يعني أولا هذا القنابل المتشظية هي استخدام حديث وجديد على المتظاهرين. في البداية كانت قنابل الغاز، الإطلاقات نارية معروفة من نوع الأسلحة، أما هذه القنابل المتشظية طبعا احنا أيضا ننتظر من وزير الدفاع، وزارة الدفاع، أن تصرح بأنه كما صرحت بأن هذه قنابل غاز هي ليس من مستوردات الأسلحة التي استوردتها وزارة الدفاع، وتبين أنها مصدرها إيران. هل هناك مؤسسات أخرى غير وزارة الدفاع تستورد أسلحة؟ هذا يثبت تعدد القرار الأمني، وهذا يثبت حالة الفساد اللي موجودة حتى في قضايا التسليح. أما هذا النوعية تستخدم على المتظاهرين، حقيقة يحتاج إلى قضاء دولي ومجتمع دولي يتدخل لمنع هؤلاء من استخدام هذه القوة وهذا النوع من الأسلحة. لحد هذه اللحظة حقيقة لم نسمع إلا تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تكبح هؤلاء في عدم استخدام مثل هذه الأسلحة المميتة.
نعم أستاذ أمير، يعني على الرغم من 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 كل هذا العنف المميت باتجاه الثوار، لكن نجد أن الثوار في ثورة تشرين ثابتون، كيف ترون هذا الثبات الأسطوري من قبل الثوار؟ بطبيعة الحال عنفوان هؤلاء الشباب هو عنفوان يعني قد وجدناه نحن كعراقيين منذ كنا في يعني في هذه المرحلة في هذا العمر من الدنيا، يعني فالشاب العراقي لا يقبل وبتاريخ العراق لا يقبل في أن يكون يعني عبدا لأي قوة أخرى، وخصوصا ما عمل في العراق منذ 2003 قد أظهر بوضوح لهؤلاء الشباب الذين هم ولدوا في هذه المدة في هذه الفترة من الاحتلال، أي أنهم هم شباب الاحتلال الذين رأوا أمام أعينهم كيف سرق الوطن وكيف أعطي لإيران وكيف قامت إيران بقتلهم في النهاية في شوارع بغداد. إذن رد الفعل الطبيعي للشباب العراقي هو تحصيل حاصل لهذه السياسة التي جاءت بها الدول الاستعمارية الأجنبية والدول الطامعة في العراق كإيران وكالولايات المتحدة. إذن كعراقيين نحن نفهمها لأن الشباب هم من دمنا ولحمنا، ونفهم ما يعمل به الشباب إنه عنفوان الشباب، وما أجمل العراق في أن يكون فيه هذا العنفوان الذي هو من طبيعة العراق الثائر يعني من على طوال الزمن منذ أن خلق في بلاد الرافدين. نعم أستاذ حسين سبعاوي، بالعودة إليك، التظاهرات التي دعا عليها مقتدى الصدر كيف تابعتها، كيف تنظر إليها؟ يعني أولا أنا أعتبر أي مظاهرات تصدر أو تدعو لها الدولة والسلطة هي لا قيمة لها سياسيا ولا معنويا ولا اجتماعيا. هل هم يطالبون بوطن أيضا؟ لا اسمح لي. هؤلاء هناك مظاهرات مناهضة لسياسة الحكومة ولها مطالب، أرادوا من خلال هذه التظاهرات التشويش على المتظاهرين لإنهاء مطالبهم، وحقا لم يحققوا أي نجاح. ثانيا أرادوا المزايدة على كثير من أبناء الشعب العراقي على أننا نريد إخراج الأمريكان من هذه من البلاد، وأرادوا أنه هذه القضية إخراج الأمريكان من البلد وغيرها تحتاج إلى توافق وطني. من جاء بالأمريكان 2003 حلال و2020 لم يكن حراما. إذن القصة وما فيها أرادوا لضرب مطالب المتظاهرين، تشويه على المتظاهرين، وفي نفس الوقت أيضا يعني لو تلاحظ التظاهرات ما بين التي دعا لها مقتدى الصدر وما بين التظاهرات الشعبية التي خرجت تلقائيا، لا توجد عربات مكيفة ولا، وغاب اليوم المندس وغاب الملثم وغابت القنابل الغازية، والقوات الأمنية أو سيارات العجلات العسكرية تنقل المتظاهرين إلى الساحة وجمعوا من جميع المحافظات. لو كانت هذه التظاهرات ضمن توافق وطني لتجد 18 محافظة تخرج بهذه الأعداد التي خرجت في بغداد تحديدا من جميع المحافظات، لكن لا يوجد توافق وطني على هذا. وأخيرا أن هذه التظاهرات هي ليست مطلب وطني بقدر ما هي مطالب من قوة خارجية لتتبقى. طيب أستاذ أمير، لكن هذه التظاهرات التي دعا إليها الصدر والتي لم تستمر سوى ساعة واحدة، وجدنا فيها شعارات مناهضة لإيران وأمريكا، ليدعو بعدها الصدر لإيقاف المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي مؤقتا، ما تعليقكم؟ مقتدى صدر يلعب على عدة حبال. مشكلة السيد مقتدى صدر هو التموضع في العراق الجديد بعد ما حدث في مقتل سليماني والمهندس. نعم. مشكلة الصدر هو كيفية التموضع القادم في العراق في ظل التطورات الجديدة التي حدثت. ما لاحظناه اليوم في ما سمي بالمظاهرة التي ليست هي مليونية، بأن هناك هدفين كان لهذه المظاهرة، هو إرضاء إيران من خلال الضغط على أمريكا يعني نظريا وليس عمليا، ومن ثم يعني استنتجنا بوضوح، وهذه المشكلة قد تقع على الصدر على مقتدى الصدر في المستقبل، وهي أنه قد أبدأ في هذه المظاهرة للعراقيين عن قبوله بالنظام السياسي القائم واستمراره واستمرار الفساد، وهذا ما يعني بأن السيد مقتدى الصدر هو مع هذا النظام واستمراره واستمرار السرقة. وقد قد يقول البعض من العراقيين لأن بعض الوزراء هم من تيار الصدري، فإذا هو يحب أن يكون هذا النظام في استمرار وباقي، هذا ما قد يستنتجه العراقيون. ولكن أتمنى أن يكون الصدر قد يعني فكر بهذا
ولكن أنا في نظري أن السيد الصدر ليس له من يعطيه بعض يعني النصائح في مستقبله السياسي ولمستقبله الديني. شيء مهم واضح يعني جديد أريد أن أقوله بأن الولايات المتحدة هي أذكى من الذين يجادلونها في العراق. الولايات المتحدة تلعب على رد الفعل العراقي وستعمل على يعني أشياء قد تساهم في تقسيم العراق بين الشيعة والسنة. نعم، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ حسين السبعاوي. سيد أمير المفرجي، يوم أمس البنتاغون قال إن الميليشيات المدعومة من إيران تمثل خطرا على العراق، كيف يعني تعلق على هذا التصريح من البنتاغون؟ يعني أولا هذا الخطر هو هذا تصريح متأخر، لأن هذه الميليشيات دربتها الولايات المتحدة وتعرف أهدافها، بل هي حددت لها الأهداف، لكن قد يجوز أنه انتفت هذه المصلحة، لأن هذه الميليشيات أحرقت البلاد وعاثت في الأرض فساد، واليوم تريد الولايات المتحدة إنهاء هذه الميليشيات بعد تحقيق مآربها، وإلا من درب هذه الميليشيات؟ من سمح لها؟ في منذ 2003 وهذه الميليشيات هي تمارس دورها الإجرامي داخل العراق تحت غطاء الولايات المتحدة، وتمددت خارج العراق أيضا في سوريا وفي مناطق أخرى. ما الذي اكتشفه البنتاغون الآن إلا أنه انتهت وانتفت المصلحة ما بينهما، ومن ثم سيحرقون هؤلاء. كنت معنا عبر سكايب، كان معنا السياسي العراقي المستقل السيد أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك. وفي الاستوديو كان معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين سبعاوي، شكرا لك. حياكم حياك الله.